السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة سعيدة ومباركة لكل الناس اللي بتنتظر زيي برنامج العوامة من كل جمعة. جمعتكم طيبة إن شاء الله باللمة وبالمحبة وبالمحنة. زي ما عارفين إحنا في أسبوع مهم جدا بالنسبة لقناة سودانية 24. الأسبوع الواقع تحت شعار همم عالية احتفاء واحتفالا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. في عوائق كثيرة بتحول بين الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم الكاملة. عشان نكون برضو صريحين, في غياب للبنيات التحتية الصديقة, القصة ما بس مجرد توزيع معينات ليهم. عشان كده خلونا نراعي الحركة حقتهم وظروفهم, وخلونا ننمي الوعي بقضاياهم وهمومهم حقوقهم الأقراها القانون والاتفاقيات واللوائح الدولية في تمكينهم وإدماجهم في التعليم. حلقتنا الليلة حتكلم عن ده كله, لكن قبل ما أقدم ضيوفي حقدم الفنان المنورنا ومنور العوامة الأستاذ عماد يوسف. ازيك, جمعتك سعيدة ومباركة. أهلا بكم وأهلا بكل مشاهدي السودانية 24, وسعيد أنه أشارك يعني في أسبوع أنه الناس متفاعلة معه وكل الغنوات يعني متفاعلة. أنا بقدم واحدة من الرواية الحقيبة, ما بخاف من شيء بردي خابر, كلمات الشاعر محمد عبد الله الأمي ومن الحان الراحل سرور. يا سلام, نسمع. طيب,
بخاف من شيء ضد خابر المغدر لا بد يكون. شكرا كثير استاذ عماد، تسلم ان شاء الله. خليه بعدين نقدم ضيوفي، مع انه انتم بتكونوا سمعتوا صوتهم وسمعتوا صفقاتهم اثناء ما الاغنيه شغاله. والله اشتغلنا كورس لعماد يعني العداد يا عماد. اهلا ومرحبا كثير بالفنان التشكيلي نادي ادم والناشط في حقوق ذوي الاعاقه. مرحبا بك، مرحبا بك يا اختي مشاعر، ومرحبا بقناه السودانيه 24. تسلم. اهلا بك كثير دكتور محمد سعيد عمر حاج الطيب، الاستاذ بكليه الاداب جامعه ام دران اهليه. مرحبا بك أستاذ مشاعر، ومرحبا بسودانية 24 وكل المشاهدين، وسعيد أن الواحد يكون معاكم للمرة الثانية والثالثة. نحن ما بعيدين من سودانية 24 طبعا. وإن شاء الله نقضي مع وقت مع بعض وقت جميل ونحن في العوام إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أهلا بك الأستاذ سويبة خضر، مسؤولة العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة السودانية لذوي الإعاقة. اهلا وسهلا، سعيده جدا اليوم اكون في رحاب وضيافه برنامج العوام، البرنامج المتميز. السودانيه 24 دخلت كل البيوت السودانيه واحتلت موقع كبير فيها، فانا سعيده، بتمنى اكون خفيفين على المشاهدين اليوم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الختام الاستاذ الكبير الشاعر الاديب والاعلامي ايضا مختار دفع الله، اهلا وحبابك. مرحبا بك يا مشاعر. حقيقه انا ما بقدر أقول الكلام اللي قاله الدكتور والأحباب ديل في سودانية 24، لأنه أنا شهادتي فيها مجروحة، لأنه كل منسوبية أحبابي بدأ من الطارحة سنة توم وإلى آخر زول. فمرحب بكم وأنا سعيد يعني بهذه الاستضافة. رأيك شو نحن نغير شهادة مجروحة دي؟ نقول شنو؟ شهادة محبوبة مثلا. والله ما والله ماشي مش عشانك شهادة مجروحة والكلمات اللي عندها علاقة بالحاجات دي حاولوا غيروها لنا. والله يا أخي ممكن نغيرها، لكن فلتكن شهادة معتمدة. يا سلام. بداية أنا حابدأ مع أستاذ ثويبة، ما تحيز لنوع، لكن عشان نعرف الناس بالمؤسسة. المؤسسة السودانية لذوي الإعاقة هي منظمة طوعية، مؤسسة طوعية تعمل في مجال ذوي الإعاقة في كافة المجالات، الفئات الأربعة، السمعية والذهنية والبصرية. بالإضافة إنه المؤسسة أنشأت في عام 2013، لكن خلال الفترة الزمنية البسيطة دي هي قدرت تعمل إنجازات كبيرة في مجال ذوي الإعاقة، تطويرهم وتأهيلهم وتقديمهم للمجتمع وتمكينهم، يعني على أساس إنهم يكونوا منتجين وقادرين على إثبات ذاتهم. ده بالنسبة للمؤسسة. المؤسسة فيها كمية من المشاريع حنفصل عنها خلال الحلقة. طيب والأقسام في المؤسسة؟ أوكي. المؤسسة فيها كمية كبيرة من الأقسام، فيها مراكز. خلال فترة وجيزة عندنا مركز سمكير ومركز ميسم كير، بالإضافة دل الخصيم بفئة تحت التوحد هو أو طيف التوحد. بالإضافة المؤسسة بتوجد بها مركز للتدريب والتأهيل اللي هو مركز ينابيع الخير، هو بيقدم كل أنواع التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة، يعني بحيث إنهم يأهلوهم ويكونوا يعني مؤهلين ومندمجين في المجتمع إن شاء الله. إحنا زي ما قلتي حنجي في الحلقة نشوف تفاصيل إن شاء الله. أنا برضو حافظ منك طوالي لدكتور محمد. دكتور محمد ده أنا أتخيل لي مفروض تتعمل لي حلقة كده وراه لكمية السي في الطويل ما شاء الله تبارك الله. يعني دكتورة في الإعلام جامعة الخرطوم، أستاذ مساعد بكلية الآداب جامعة أم درمان أهلية علوم الاتصال، صحيحني يا دكتور إذا أنا غلطة، موظف وزارة الشباب والرياضة ولاية الخرطوم، مدير إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة، استشاري ومعيد ومقدم فقرة الأشخاص ذوي الإعاقة برنامج بيتنا في الفضائية القومية طبعا، ناشط في العمل الإعلامي والطوعي. قاعد تلقى زمن كيف؟ والله يا أخي اليوم بس داير حب التقسيم وحب الضغطة وبيجاي وبيجاي. الأمور ماشية الحمد لله. الحمد لله. غايتها اليوم بنقول زي الكيكة بنقسمه. وبتوفيق من ربنا الحمد لله الامور ماشيه كويس الحمد لله. نقرا ونقري ونشتغل في العمل الطوعي في الحكومه وفي حاجات كثيره، والواحد مستمتع بالحاجه اللي هو بيعمل فيها. يا سلام. اهم شيء تخيل لي لا الحمد انك لله. تحب ما تعمل. لا الحمد لله. الحمد لله. احنا زي ما عارف انه ده اسبوع كامل همم عاليه، الحديث عن الاشخاص ذوي الاعاقه ما حينفصل عن الحديث عن البيئه
باعتبارها هي بيئة معيقة. لكن تخلي كنماذج، احنا عندنا نماذج هزمت البيئة وهزمت الإعاقة ذاتها، فخلينا نتكلم عن مسألة البيئة المعيقة دي. والله أنا بفتكر إنه أو زي ما هو معروف التعريف الأخير للأشخاص ذوي الإعاقة إنه ما هو العجز في واحد من الأطراف، بقت المشكلة هي في البيئة. إذا توفرت لي البيئة الصديقة معناها أنا ما معاق. إذا أنا لقيت كمبيوتر صوتي المعاق الحركي، إذا لقى كرسي الأصم، إذا لقى السماعة، بالتالي ما في عاقة. يعني حسي نحن كثير الواحد والله بينسى إنه هو معاق. يعني حتى دائما واحد أصحابك الناس القريبين اللي يقول لك يا أخي في روسيا في علاج في ألمانيا، فبقولون الحمد لله أنا ليس 17 18 سنة إما بقيت كفيف، لكن بفتكر إنه الحياة اللي عملتها وأنا كفيف لو كنت مبصر احتمال ما كنت أقدر أعملها، وأنا مستمتع بالإعاقة بتاعتي ومتصالح معاها جدا، ما حس إنه ناقصاني حاجة الحمد لله. بس لو لقينا إمكانية وصول حقيقية، يعني الواحد يتمنى إنه يكون عنده عربية ذكية، عنده كل المعينات الممكن، الحياة البسيطة يقدر يتجاوزها. لكن عموما الإعاقة بنقول أدتنا طاقة أكثر من ودتنا أكثر مما شالت منها الحمد لله. الحمد لله. الحديث ده برضو ليك أستاذ نادي، البيئة المعيقة. لا هي فعلا بيئة المعيقة دي، يعني احنا بالذات في السودان يعني بنعاني من الحاجة دي كثيرة في السنين الفاتت، لكن حسي بقت في السنين الأخيرة بقت يعني بتزال شوية. ليه؟ بكسفه بتاع الشغل للإعلام، وزي ما دكتور سعيد قال فبقينا بنشتغل في الوعي أكتر. يعني كيف ان احنا يعني بنعاني من شنو كده، زي بيزاد العتبات الكثيرة في الشوارع والسلالم والحياة دي، وحتى الأسانسيرات يعني يكون برضو أسانسيرات واسعة شوية، عشان ممكن يكون في شخص ذو الإعاقة بعجلة عايز ما بيقدر. أي ما بقدر. صحيح. يعني في حاجات كثيرة يعني، يعني الحمد لله ناس أصحاب الشأن في الحاجات دي شغالين فيها. فنتمنى إن شاء الله 2019 يكون عام كويس، وكل شخص ذو الإعاقة ما يفتكر نفسه هو معاق، ويعني يكون زي ما أستاذ حمد سعيد قال يعني هو أصلا ما يعني ما حاس بنفسه هو شخص ذو الإعاقة. أنا ذاتي نفس الشيء برضو ما قاعد أحس بنفسي أنا ذو المعاق وكذا، يعني معدي عملي ويعني أي شيء ما قاعد تواجهني. الحمد لله. الحمد لله. احنا سعيين في انه حتى المعيقات الموجوده الان تزال. نعم. بالوعي، بالحديث عن الحقوق، بالحديث عن القوانين الى اخره. لكن خلينا نتكلم بشكل عنده علاقه بالابداع مع الاستاذ مختار. نعم. جائزه الابداع. نعم. يعني الناس كثيرين بيكونوا سمعوا بجائزه الابداع لكن ما عارفين هي شنو. هي جائزه الابداع والتميز لذوي الاعاقه. هذه إحدى المشاريع اللي ابتدرتها المؤسسة السودانية ذوي الإعاقة قبل عامين، عملنا النسخة الأولى والنسخة الثانية، وحقيقة إحنا دهشنا وذهلنا جدا للكم الهائل جدا من المشاركين من مختلف ولايات السودان في شتى أنماط الإبداع، سواء كان قصة، رواية، شعر، غناء، موسيقى، تشكيل، بحوث، البحوث المناصرة لقضايا الإعاقة. أميز برنامج تلفزيوني يطرح قضايا الإعاقة، أميز برنامج إذاعي، أحسن عمود صحفي يتناول قضايا الإعاقة أيضا. فحقيقة كانت مشاركات عالية جدا، ويعني هذه الشريحة قدمت نماذج من الإبداع العالي والبازخ جدا، ويمكن ناجي ده أحد الذين فازوا بإحدى الجوائز ظن في التشكيل يا ناجي ولا فيه؟ في التشكيل وفي الإعلام وفي الإعلام. نعم. والشاب الجميل اللي غنى هسي ده عماد يوسف ده كان الفائز الثاني في 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 النسخة الأولى في مسابقة الغناء. وحقيقة ما تنسى أستاذنا إنه برضو البرنامج كان في بيتنا السنة الفاتت برضو. أيوة أخذ جائزة برضو أحد البرامج المناصرة. إن شاء الله برضو السودانية برضو في الناس يذكر برنامج أنا لازم أذكر أماني الشريف. بنحيي وبنسلم على الزميلة الحبيبة أماني الشريف اللي هي برضو حازت على جائزة الإبداع والتميز. أيوة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الصحافة. صحيح صحيح خالص. صحيح. فحقيقة نحن آسي بنعيد البروفيسور علي شمو، ويعني له التحية رئيس
اللجنة العليا لجائزة الإبداع والتميز، وفيها مجموعة من الخبراء ومن الأكاديميين ومن الفنانين بيزينوا جيت هذه المؤسسة من خلال عضويتهم باللجنة العليا للجائزة. ونحن هسه بنرتب هذه الأيام لنسخة الثالثة من جائزة الإبداع والتميز، ومهمومين جدا بمشاركات الأغالي عشان نحن كثيرا ما بنوصف بأنه المركز مهيمن في تحيز، لكن أبدا الجائزة الأولى في الشعر السنة الفاتت كانت من عضبرة كفيفة، أخت كفيفة الحيامي هنا من عضبرة، وفي مشاركات أيضا من حتى من الولايات الطرفية لو قلنا في غرب دارفور أو في النيل الأزرق أو في بعض الولايات الأخرى. فبعدين قدموا إبداع عالي جدا، إبداع عالي جدا، يعني مبارك الجابري لو شفتيه أحد الذين يزينون الغروات الفضائية بإبداعاته، وولدنا زي ما قلت عماد يوسف وعشرات من الأسماء حتى على مستوى التشكيل. ناس ناجي ديل قدموا عمل مميز جدا، يعني عمل خرافي يعني. صحيح. وأسي جدران المؤسسة مزينة بعدد من لوحات هؤلاء الشباب المبدعين. يا سلام. بالحديث عن المؤسسة خلينا نشوف شنو شراكاتكم والبرامج اللي بتقوم بها المؤسسة. طبعا المؤسسة يعني بتهتم جدا بالشراكات بينه وبين المؤسسات يعني. وعندنا شراكات كبيرة جدا على ضوء أين إحنا كيف نهيئ بيئة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة. من أكبر الشراكات حاليا عندنا هي واليومين ديل شغالين في شغل بتاع مناصرة والعون القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة، هو شراكتنا مع نقابة المحامين وشراكتنا مع اتحاد الصحفيين. ديل من أهم الشراكات. أنا بمثل الشراكات الثانية اللي هو عندنا مع هيئة الأعمال الصغيرة، عندنا بهم شراكات، الشراكات بينه وبين المستشفيات الهندية مع مجموعة أصير إم، عندنا برضو شراكات كبيرة مع مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والدمج وإعادة التسريح. بنحن بنحاول يعني في كمية كبيرة من الشراكات، أنا ما زعفني زمن أنا أذكرهم هم كلهم، لكن إحنا بالشراكات دي بنحاول بقدر الإمكان إنه نهيئ بيئة زي ما قلت لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث إنه نوفرهم كل الخدمات اللي بتقدر المؤسسة تعمل لهم. بالإضافة هسه نحن قبل في الأسبوع الصريم كان عندنا زيارة وفد أطباء هنود، جو أجروا 21 عملية لشفا الأرنبية كان بمستشفى الدوحة بالخرطوم هنا. أيوة. فكان الوفد ده جانا مدة أسبوع، لكن حاول بقدر الإمكان إنه يعني هم كبراء من كبار الشخصيات الأطباء الشغالين في مجال. أيوة. التجميل جو شوفوا لنا الشغل بتاع الشفا الأرنبية المعقدة يعني الأكثر تعقيدا، فأجرت الحمد لله 21 عملية دي، لكن في إنه هم في زيارة تانية إن شاء الله حيكون بداية 2019 حيقوموا بشغل تاني أكبر. بالإضافة نحن ما بننسى شراكاتنا مع التنظيمات الأشخاص ذوي الإعاقة عامة، وهم ركيزتنا الأساسية اللي نحن بنشتغل معها اللي هو سواء كان المجالس وكان الاتحادات، ديل لأنهم هم البنية اللي نحن بنمشي عليها، يعني إنه هم بتضافر الجهود نحن نقدر نشتغل شغل للأشخاص ذوي الإعاقة ونقدم لهم الخدمات إن شاء الله. من ضمن الشراكات دي دكتور محمد أستاذ سوي بتكلمت عن الشراكات مع القانونيين. نعم. لكن خلينا نتكلم حديث الصراحة، إحنا في رحلة نيلية والجو ظريف وفي غنى وكذا، لكن في مشاكل قانونية وفي تعارض بتاع قوانين، يعني مثلا في قانون الإعاقة ما بيسمح بفصل الشخص المعاق من العمل، لكن قانون العمل بينص على فصل الشخص حال عدم ثبات اللياقة الطبية، ده مش تضارب وتعارض؟ والله يا أخي بدرجة ما القانون يعني بالذات القوانين الأخيرة 2017-2018 والاتفاقيات الدولية السودان الوقع عليها والصادق كلها في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ومساواتهم، لكن مرات بكون المشكلة في التنفيذ بتاع القوانين دي. يعني والأيام الفاتت الناس كلها متابعة قضية جامعة الخرطوم وقضية الطالبة اللي اترفض. أيوة. وصراحة احنا ما مسموح لنا نقول اسمه مباشر، يعني مسموح نسلم عليه ونسلم هو طالب واحد سعيدة. وكان معكم ضيف هنا يوم السبت. صحيح. احمد عبد العظيم وعدد من اخواته. صحيح. السنه الفاتت اترفضوا السنه دي، واحمد الوحيد احتمال استفسال ووقف. صحيح. ودي ما ديدن جامعه الخرطوم، انا طالب قريت جامعه الخرطوم بكالوريوس ماجستير دكتوراه، ما لقتنا في أي مشاكل، وعندنا عدد من الزملاء أساتذة في الجامعة. صحيح. ولسه ناس بتدعين وصراحة الجامعة أفضل علينا كثيرة، فدي بنقول الناد بتاعت بعض الأشخاص لقصور في الفهم لعدم تقديره للموقف، المواقف بصورة كويسة جدا والحمد لله، يعني في كل الأقسام أبنان المعاقين والمكفوفين
كانوا أوائل الدفع بتاعتهم، وعندنا حاليا 12 حيث 11 أو يزيد أساتذة في الجامعة، من مساعد تدريس لمحاضر لأستاذ مساعد، والناس ماشيين. فمرت السوء بس بتاع التقدير بتاع الناس للقضايا، لكن القانون في النهاية إذا تنفذ بالصورة الصح ممكن أي زول يلقى حقه، ونحن بس ما دايرين التمييز يعني من أي جهة، لو من الجامعة أو من غيرها. في النهاية دي حقوق، وصراحة حاجة محبطة جدا. يعني أنا زول جايب 90 أو جايب كم 90، بدل ما أنت تدعمني تديني الدافع، أنت بتحبط فيني، بتكسر في مجالي. يعني وعنده نماذج، يعني في نماذج قدامهم، يعني ما أحمد أول طالب، يعني سنة 94 عندنا زميلنا دكتور حسن صلاح كان طالب في قسم اللغة الفرنسية، وحاليا هو رئيس قسم اللغة العربية. صحيح. عندنا سنة 2006-2007 ابننا عاصم كمال حسي حاليا بحضر في دكتوراه في المغرب، أستاذ في قسم اللغة الفرنسية. وحسي حاليا زي ما نحن قبل بدينا الحديث بإمكان الوصول، يعني سنة 94 سنة 2000 ما كان في إمكانية وصول زي الليلة. يعني حاليا أنت الليلة أستاذ مشاعر لو فتحتي تلفونك ده في اليوتيوب دايرة تتعلمي أي لغة، دايرة تتعلمي أي حاجة في الدنيا. صحيح. بضغط الزر، يعني الموضوع بقى ما صعب، الحياة بقى سهلة. البرايل الصوتي بقى موجود، الكمبيوترات الصوتية، البرامج الناطقة. صحيح. فيفترض تخلوا الناس تمشي لقدام. يعني ما تعوق المعاق، يا ريت والله أكثر مما هو معاق. يعني احنا في نفس الاتجاه ده يا استاذ ناجي، انه بتفتكر انه احنا قوانيننا المحليه دي مفتقره للاحكام اللي بتخلي اللي بتحظر التمييز على اساس الاعاقه؟ والله يا اخي هي التمييز والله يا اخي في تمييز، لكن ما برضو ما لي يعني ما كثير وما كده. فكثير يعني في التمييز في حياه يعني بتمسنا، يعني احنا كاشخاص الاعاقه. يعني واحد لو عايز بالذات زي في مجال بتاعت الوظائف عايز يشتغل عايز كده، فانت ما بتلقى شغل في نفس المجال اللي انت حابيه وعايز تشتغل. أيوة. كده ممكن بتلقى زول بيكون هو بيستبعدك من الحاجه دي وكده، على لو هو شايفك انت كزول بس شخص زول اعاقه بدون ما هو ينظر لي انت اصلا قادر للحاجه دي، ولا ممكن يديك فرصه ولا كده. فنحن بنتعامل بيتعامل بتاع شنو حكم بتاع بس حاجه بتاع الشفقه وكده، حاجه بشكل ما هي ايوه، مع انه ده قانونيا قانونيا في 2% نسبة. يعني المفترض يكون هي شنو يعني يكون في محلات تصل ل10%. يعني المفترض الناس تتعامل بتعامل القانونيه، يعني اصلا المعاق ده ما عاد حق، يعني يكون شنو حق، يعني واحد يجي يقدم زيه زي زول كده، بعد ذاك هو لو ما لو الفرصه ما جاء خلاص. اي لكن ما يقوم يصدوه من بدايه يقول له يا اخي انت معاق ما بتقدر. ايوه أو النموذج ذكره لنا دكتور محمد. أي فأنا زاد أنا في نظري الخاص يعني ليه الأشخاص والإعاقة ما ممكن يشتغلوا في البوليس في الجيش في كذا، يعني يقدموا برضو البلد، ليه ما يشتغلوا؟ في ناس ممكن حابين عايزين يشتغلوا يقدموا البلد دي. دكتور محمد لكن عندك تعليق في الحياة كذا. بعدين مثلا يا استاذ ناجي يعني البوليس ما كله هو حاشين مسدس، في شغل اداري، في حاجات كثير يعني الشغله داري لها حبه فهم حبه وعي. وحاليا حبه حركه من الناس المؤسسه. صح. التكنولوجيا صراحه كسرت الحواجز. صحيح. يعني اذا وفرت لي الجهاز اللي انا ممكن اشتغل عليه يعني ما حيكون عندي اي مشكله. وبعد ذاك يا اخوانا قصه فهم وعي يعني حتى من الاسر من المعاقين ذاتهم، ومن الدوله. يعني دائما بنقول لاولادنا انتم سفراء، اي زول بيكون في مؤسسه في مصلحه حكوميه انت سفير للاعاقه. صحيح. لانه دائما الاغلبيات الناس بتعين لها بعين مختلفه. يعني لو واحد غلط حيقول انه كل المعاقين دي مثلا ما بيعرفوا يشتغلوا. وانا ممكن اتغلط معك في موضوع الاقليات ده. وبعد ذاك يا استاذ نتغلط معك في موضوع الاقليات ده، لانه ممكن برضه يكون تمييز. لأن إحنا ما نذكر إنه ذوي الإعاقة أقليات هم ما أقليات. ما أقلية يعني في العالم نسبته 15%. أيوة صحيح. فيلا يلا الواحد نحن إحنا سعيد لأنه المسألة يبقى فيها دم. صح. لكن يا أستاذ مشاعي في الشرطة في الأجهزة الفنية في مصيغة الشرطة في ناس مبارك الجابري مجموعة من أحبابنا من ذوي الإعاقة. يا سلام. مستوعبين في الشرطة موجودين. أيوة. يعني صحيح. مشكلين حضور في الشرطة يعني ده ما دفع عن الشرطة لكن ده واقع. أنا لمسته في موجودين. أستاذ عماد. أيوة. إحنا جايينك لكن قبالة في سؤال
أنا عارفة ممكن يكون سؤال حساس جدا لكن خليه بحبة الصراحة البلعنة لها دكتور محمد دي. نقوم نقوله في زي نمط كده أو تنميط للأشخاص ذوي الإعاقة إنه هم يعني أقرب لأنهم يكونوا موسيقيين وعازفين صح؟ وحفظت قرآن ومسكين الجوامع صح؟ تمام دكتور محمد لا عشان نكملها أنا زعلان فبالتالي نتكلم بصراحة لا تكملها فهمها فأنا أتخيل لي الحاجة دي مؤخرا مش مؤخرا هي أصلا ما حقيقية لكن هل بالضرورة إنه الشخص المعاق يمتلك صوت جميل أو قدرة على العزف؟ ما بالضرورة والله طبعا أكيد ما بالضرورة لكن أنا دائما يعني هو الفن دائما بالمناسبة يعني أبدأ أقول لك الزول المعاق دائما هو حساس جدا الفن ذاته والزول اللي بيخش الوسط الفن ذاته بيكون زول حساس جدا صحيح فدي الحاجتين حيجتمعوا معاك يعني فلكن في الوسط الفني دائما بتصل حاجاتك سريع يعني لو انت بتألف بتكتب شعر بتلحن يعني حاجاتك بتصل سريع لانه احساس الزول بيكون صادق جدا بالمناسبه يعني اي زول يرتاد الوسط الفني دي احساسه بيكون صادق يعني كل الناس لو كان بيعزفوا لو كان بيألفوا لو كان بيغنوا والدليل انه يعني حاليا عندهم حضور بالمناسبه طاغي وحضور كبير جدا صحيح وعندهم مونتاج في الوسط الفني يعني نجاح كبير جدا كبير. صراحه هل ممكن تكون الموسيقى نوع من انواع العزاء او الشفاء لما يتعرض له الشخص المعاق ما هي الموسيقى اساسا بتعبر عن حياتك يعني حتى الاعاقه دي ذاته ما فيها مشاكل يعني ممكن انا امشي في الشارع زول ما يقف لي ما يوصلني ممكن امشي اركب زول ما يقف لي دي كلها حاجات رواسب يعني بتأثر بتأثر كثير صحيح. جدا لكن انت ممكن الموسيقى هي بتعبر عن حياتك يعني مع مشاغل الحياة ومع المتاعب اللي بتحصل عامة يعني بتعبر عنك لكن كثير زول بتحصل له إحباطات وبتحصل لك مشاكل يعني مثلا أنا بتذكر أجلت صوتي في الإذاعة وجيت بالخط الدغري يعني سجلت 6 أغنيات كان اتحاد الفنانين الشرط الأساسي تسجل 6 أغنيات الدغري عضوية انا مشيت بالخط الرسمي وسجلت اغنيات لما قدمت مضون عضويه ليه ما انت لما تقول لي الرد انا برا يمكن اقول يمكن عشان الزول ده اعاقه وعشان يعني انت ببراك بتفسر حاجاتك كده فهذا الشيء المؤلم جدا بالمناسبه يعني صحيح. الحاجه اللي بتترك اثر عشان كده دائما اقول لك كل ناس ذوي الاحتياجات الخاصه وبالصدمه بالواقع ده يعني انت بتكون داير حقك يعني ما داير شفقه صحيح لما انت تديني لا شفقه بتاثر فيني شديد لما نكون لكن انجاز حقي وحاجة جبتها بإنتاجي بيكون لها تأثير صحيح. كبير يعني حسي إحنا عندنا حق عندك هتدينا ليه ولا قبل ما يديك لي أنا عندي حاجة صغيرة اتفضل أستاذ مختار اتفضل ما نسرق أنا بس أكبر ناسين أنا عايز يعني ألفت انتباهكم لحاجة مهمة جدا وردنا عماد يوسف ده بالإضافة لأنه مغني ولديه إنتاجه خاص به لحن عشرات الأغنيات ملحن أيوة. عشرات الأغنيات لأسماء كبيرة سيف صحيح. الجامعة أنسة عبد القادر سالم ده غير الشباب كل المغنيين الشباب دي غنوا له كل المغنيات الشابات غنوا له بدءا من ناس ندى القلعة وإنصاف مدني وفهيمة وعشرات من الأسماء اللي الآن هو يعني نتاجه الإبداعي ما لسه بسوق الغنى يعني أيوة. ف يا أنا عايز أطلب طلب على الهوى نعم وديدي لو سمحت ما تجيب لي ناس عندهم خبرات كبيره زي استاذ مختار لا لا لانه حاوري بتنتهي يعني هسه السؤال الجاي يعني انه قدرته على التلحين وعلى انه الحان دي خلاص راحت ارجع بك لسؤالك يا استاذ طيب ما نسمع عماد بعدين انت ترجع للسؤال رايك شنو اصلا الليله الحلقه حتدار لا السؤال بالشراكه الكلام حارق طيب مصاغ اللي كلامك بتاع انه كل المعاقين فنانين او عندي واحد كده كنت داير منه قروش مؤجر له عقار وعذبني عذاب ما عاد بمشي له القمه في اقفل تليفونه يوم لميت فيه وانا زعلان المهم يعني زي ما بقولوا فشيت فيه الزعله بتاعتي قام قال لي يا اخي عليك الله خليك قروشك ده انا والله بديك لها ليه ما دي ماسك لي برنامج في المحليه بتاعتنا ودايرك تجي تغني لي وتمنو قال لك هو سمع انه انا بيجي في التلفزيون وعندي برنامج طوالي على حس انه انا عميان وعندي برنامج معناه انا فنان بغني. في منه انا صوتي شين الحمد لله وقدر ما اجتهدت انه احنا حنختبرك على الهواء لا صوتي شين اشتريت جيتار وعود وإيقاع وطبلة ونهاية طلعت فاشل ما جربت الرسم
والله يا اخي حجربه اي حاول جربه بالكمبيوتر بيجرب ما بيجي صعب ما في حاجه بيجي صعبه بالرسم بالرمله بتاعتي لا والله يا اخي ناجد اشتغلنا معه حلقه عن الرسم بالرمل كان حاجه مميزه جدا دربك ناجي لا لا ناجي استاذ انا حسي قال حيدربني بعد الحلقه فيلا نجيك يا عماد اتفضل حسمينا شنو في طلب على الهواء والله منك انت لا انا ما عندي طلب على الهواء قلت انك طلب على الهواء لا ما الطلب قبيل قلتوا انه تاني ما يستضيف لي ناس عندهم خبرات عشان محاورين ده يعني عارفين انت شلت محور واستاذ اختار ده بعض له شال محور لا 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 طبعا بالعكس والله انا سعيده جدا بالحلقه انا كنت عايز الفت انتباه الناس للنص الاول اللي غناه عماد ايوه هو بخاف من شيء ماني خايف انا اعتقد انه للناس اللي مرات يعترضوا على كتابة الغنى وعلى الغنى النص بتاع أستاذنا محمد علي عبد الله الأمي ولحن كرومة ما بخاف من شيء ماني خايف المقدر لابد يكون ده فيه تلخيص لعدد رسالة. من السلوك الإسلامي صحيح فده نص رفيع ونموذج غناء النظيف والمعافى بداية حلوة والله كانت خالص كان موفق جدا عماد الله يديك العافية طبعا وقاعد يشفف أحمد فلاح طبعا طيب أنا برضو بقدم لكم من أعمالي جديدة بشوف القلب ما بتشوف العين يا سلام حلو الكلمات لأخونا محمد حسن السيد بهني ومن الحاني برضو يعني بنسلم عليه خالص بشوف القلب ما بتشوف العين بشوف القلب ما بتشوف العين انت حبك بان فيهم الاثنين مجهول أسرار بشوف الدنيا دوارة مجهول أسرار بشوف القلب يا صابتك نارا يا صابتك نارا يا صابتك نارا يا عشت حالا زين قلبي شوف القلب ما بتشوف العين أقدارنا مكتوبة وأيامنا محسوبة أقدارنا مكتوبة وأيامنا محسوبة وريدتنا يا دوبة ريدتنا يا دوبة ريدتنا يا دوبة يكفيها شر العين قلبي شوف القلب ما تشوف العين الريدة ما تجريح الريدة لحن مريح الريدة ما تجريح الريدة لحن مريح بشيل الريح دل بشيل الريح ما بكون أساس متين قلبي شوف القلب ما بتشوف العين ويوم أن تكون راسي
اليوم انت كراسي بشوفك غلبت احساسي غلبت احساسي غلبت احساسي غلبت غلبت احساسي ما تبقى زول بين بين قلبي شوف القلب ما بتشوف لو لحظة بس نرتاح يا ريتنا في الأفراح لو لحظة بس نرتاح ويطل علينا صباح ويطل علينا ويطل علينا صباح علينا يطل علينا صباح يا ربي بتشوف العين قلبي شوف القلب ما بتشوف العين قلبي شوف القلب ما بتشوف العين انت حبك بان فيهم الاثنين. واحنا سمعنا صوت دكتور محمد سعيد وبنتكلم في الموضوع ده بعد الفاصل، لكن احنا طالعين اول فاصل راجعين مواصلين عوامة الجمعة، خليكم جرات. جديد لكل الناس اللي انضمت تحضر برنامج العوامة. حلقتنا الليلة مميزة ومختلفة، وهي واقعة تحت الشعار الكبير أو الأسبوع اللي ابتدرته قناة سودانية 24 همم عالية، للحديث عن حقوق ومطالب وهموم وقضايا أصحاب الإعاقة أو ذوي الإعاقة. ضيوفي فيها الأستاذ نادي آدم ودكتور محمد سعيد والأستاذ هويبة خضر وشاعرنا الكبير الأديب مختار دفع الله ومزين العوامة الفنان عماد يوسف. أهلا بك تاني وبمرافق ليك في الإيقاع. إحنا في الحلقة محمد، أهلا بك. إحنا من قبل بنتكلم عن البيئة المعيقة والحديث عن هل فعلا احنا عندنا بيئه معيقه ولا هي الحقوق شنو هي؟ هل هي فقط قوانين ما نزلت على ارض الواقع ولا لا البيئه المعيقه الى اخره؟ لكن لما نجي نتكلم عن مؤسسه ذوي الاعاقه، مؤسسه السودانيه لذوي الاعاقه، بالتاكيد الفهم بتاع الناس بيمشي لانه دي الحته اللي فيها المشاريع، دي الحته اللي فيها المطالب حق ذوي الاعاقه ممكن يتم تنفيذها. فخلينا نتكلم عن مشاريعكم
بشكل مفصل. أول حاجة جبالك الشباب كلهم كانوا بيتكلموا عن الحقوق وانتهاكات الحقوق. أحب أبشر الشباب الموجودين أقول لهم إنه المؤسسة السودانية لذوي الإعاقة فيها مكتب خاص بالعون القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة، إنه هو بيقدم المشورة، بيقدم بيمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في المحاكم. من هنا بحيي أستاذ فوزي بشير، هو المستشار القانوني للمؤسسة. والله أنا دي شهادة حق أنا أقولها في حقه، إنه زودة يعني قائم ليل نهار في خدمة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة عندنا مجموعة من المحامين أصدقاء المؤسسة، وبالإضافة لنقابة المحامين عندهم دور كبير يعني في الحقوق. فأي زول يعني عنده مشكلة قانونية يعني ممكن يلجأ لنا إحنا في المؤسسة، بعدك ممكن يقولوا حلول إن شاء الله. إن شاء الله. من أهم المشاريع اللي بتقدمها المؤسسة يعني إحنا في الفترة السابقة كان خلال الشهر الماضي كان عندنا مشروع التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة. التمكين الاقتصادي ده بيتضمن جواه مجموعة من المشاريع الصغيرة، اللي هو التدريب، وهو كيفية يعني التهيئة الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة في إنهم هم يكونوا أشخاص منتجين، على ضوء إنهم هم يقدروا يعيشوا بكرامة، يتعلموا حرفة رئيسية. أيوة. على ضوء إنهم هم ما يعتمدوا على زول في حياتهم. أنا لما أملكك مهارة بعدك إنك إنت بتقدر تخش سوق العمل بثبات، لكن أنا بقدم لك التدريب والتأهيل، وإذا أمكن ذلك بعدك أنا بقوم شنو بحاول بقدر إمكان المؤسسة إنها تلقى فرص يعني لتمليك معينات، المعينات اللي هي في المشاريع مثلا أو مشاريع صغيرة سواء كانت جروب أو فردية، على أساس إنهم يقدروا يعيشوا بها. وكان في زي ما قلت أنا قبل شوية إنه قبل شهر كان في مجموعة من الدورات التدريبية قاموا بها أخواننا في مكتب المشروعات بالمؤسسة، اللي هو على رأسهم الأستاذ فيصل أنا بحييه من هنا والفريق العامل معه، إنهم هم قدروا بالشراكة مع الاتحادات وبالشراكة خاصة مع اتحاد المعاقين حركيا ولاية الخرطوم، نفذوا مجموعة من الدورات التدريبية. هي أول حاجة كانت عن التصنيع الغذائي، وكان استهدفت الدورة التدريبية دي 40 دارس من الأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين. فهم كانت عن التصنيع الغذائي، وروهم كيف إنه هم يقدروا يصنعوا. يعني أنا صراحة كنت من الفريق الإعلامي الموثق للمشروع، فسبحان الله يعني أنا دهشت جدا وإنهم في طاقات عالية من الأشخاص ذوي الإعاقة، إنهم قادرين ينتجوا قادرين يبدعوا. فنحن في بداية الدورة التدريبية يعني أنا حتى ذاتي كنت معاهم ضمن الطاقم بتاع التدريب، اللي هو أنا كنت شنو متدربة يعني بحاول. أيوة. أستفيد من الأساتذة اللي كانوا موجودين. فسبحان الله إحنا بدينا بأشغال بسيطة، لكن لما انتهينا ال 15 يوم فحسينا إنه في منتجات طلعت قدامنا على أرض الواقع، هي موجودة والناس بقت تتعامل معها بحرفية عالية. اللي هي بقينا في معجنات، في مخبوزات، في يعني مثلا المربات بأنواع، كانت الناس كلها قدروا بعدها يخشوا السوق يعني. أيوة. بالإضافة تاني كان عندنا برضو تعاون مع الغابات والبساتين، برضو عملنا معهم دورة تدريبية لعدد 15 من الأشخاص ذوي الإعاقة، كانت عن التدريب البستاني. دي الناس اللي بيهتموا بالجمال وبيهتموا بالزراعة والزراعة والحاجات زي دي. أي إن شاء الله، ونتمنى إنهم هم يكونوا عندهم مشاتل وعندهم يعني مشاريع مستقلة إن شاء الله. بالإضافة برضو كان في مع تعاون بينه وبين الاتحاد المكفوفين، كان في مركز التدريب للتأهيل المكفوفين، كان في دورة تدريبية كان للتعليم عن الإبصار، اللي هو ده حاسوب الناطق، بيمكن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من التعامل بالحاسوب من غير معين، من غير ما يستعين بزول. اللي هو ده في نظام وبرنامج محدد هو بيتعامل معه. كان يتكلم عنه بيل دكتور محمد سعيد. أيوة. لكن هنا كان العدد 15، احنا ديل هم تدريب الأولوية لمنه؟ يعني لما تكون في معينات زي دي الأولوية بتدوها لمنه؟ والله لطلاب الجامعات ولا الثانوي ولا لا؟ طبعا هم ماشيين بمراحل. اوكي. في الاول المراحل الابتدائيه والثانوي ديل بيحبزوا لهم برايل، يعني انه لازم يكون عندك اللغه بتاعه برايل. لكن بعد ذاك الجامعه، مما تخش الجامعه انت بتستخدم الحاسوب الناطق، بيكون اسهل لك. عشان انك انت تقدر تبدع في مجالك اللي انت مشد عليه. ايوه. وهي كانت تدريب تي او تي، يعني تدريب مدربين، انه نحن خلال 15 نفر ديل يقوموا هم بعدين يدربوا لك كميه
من طبعا المؤسسة ما بتقدر تغطي كل السودان طبعاً، لكن احنا اخترناهم كنموذج انهم بعد ذاك يقدروا يدربوا لنا مجموعة من الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية في نفس المجال. مؤسسة سعية اللي جايين لقصة انه المؤسسة ما بتغطي، ليه ما تغطي كل السودان؟ لكن لا حتغطي ايوه حتغطي، لكن انا ما بتكلم لك عن التمويل، لكن التدريب والتأهيل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. احنا ما فاتنا والله انه نعزي في رحيل الدكتور طه طلعت، لكن لانه كان من ضمن محاورنا الحديث عنه كشخص من ليس فقط في مسألة الطب، هو نقيب أطباء السودان الأسبق ومنشأ الجمعية السودانية لرعاية الصم، واختصاصي طبعا بالأنف وأذن وحنجرة. توفي عن عمر 84 عام رحمة الله عليه، وربنا يصبر أهله وأبنائه وتلاميذه وعارفي فضله. الحديث عن الشخصيات الزيدية أستاذ مختار، إذا كان دكتور طه ولا كان بروفيسور فيصل ايوه محجوب عبد الحفيظ رائد يعني الاعلام المتحدث اللافت عن لقضايا ايوه الصلاه الطيبه، البرنامج اللي كان بجد بلم الاسره عشان يشوفوا اولاده، البرنامج كان بنفس المسلسل في المشاهده العاليه. صحيح صحيح والله. النماذج دي او الاسماء دي، واحنا ما اخترناها بالتاكيد، في نماذج كثيره شديد لكن احنا اخترنا يعني الاسماء دي. يمكن ما فعله بروفيسور فيصل محمد مكي افتكر ده شغل بتاع دوله كامله بمحط سكينه، ونموذج محجوب عبد الحفيظ برضو ده شغل بتاع مؤسسات اعلاميه، وبرضو ما فعله الدكتور الراحل طه طلعت. النماذج زي دي والجوائز المسمات عليها او والحقيقه احنا يعني تسمينا وتقديرا ووفاء وعرفانا ل بروفيسور فيصل رحمه مكي امين والاخ الصديق الغائب الحاضر محجوب عبد الحفيظ، اطلقنا جوائز الابداع، جائزه في ما يختص الابداع الادائي سواء كان مسرح او غنى او تشكيل، دي جائزه بروفيسور فيصل. نعم صحيح. اما جائزه محجوب عبد الحفيظ فهي بتشمل على الجانب الاعلامي، البرنامج الاذاعي والبرنامج التلفزيوني، المناصرات لقضايا الاعاقه، بالاضافه للبحوث العلميه واسي الان اطلقنا جائزه تشكيل على البروفيسور ابراهيم العوام الله يرحمه، لانه هو كان رئيس اللجنه بتاعت الخبراء بتاعت التشكيل في المنظمه اللي قاموا بفرز النسخه الاولى والنسخه الثانيه الله يرحمه ويحسن اليه. فحقيقه يعني هنالك يعني مساهمات قدمت من قبل المؤسسة فيما يختص بالتنوير والتسقيف. احنا كان عملنا مسابقة من 30 حلقة، مسابقة شعرية في رمضان تم بثها من قناة النيل الأزرق، تناولت 30 شخصية عالمية من ذوي الإعاقة، روزفلت، هيلين كيلر، طه حسين، عبد الله حامد الأمين، عشرات من الناس. بالله خلينا أقف عند عبد الله حامد الأمين. عبد الله حامد الأمين هو مؤسس وصاحب ندوة أم درمان الأدبية. أم درمان الأدبية دي، ونحن أطفال صغار في حي بص أم درمان كنا نتحلق حولها، لأنه بيشاهد العمالقة الحسين الحسن وتاج السر الحسن والقاص الكبير أبو بكر خالد وعبد الكريم الكابلي وعثمان حسين وثلاثي العاصمة قبيل رحيل محمد الحليج الله يرحمهم كلهم طبعا رحلوا الآن. فيعني ومنير صالح عبد القادر، استطاع عبد الله حامد الأمين أن يدير هذه الندوة من على كرسي متحرك، وأن تفرز هذه الندوة بقيادته عشرات من الأسماء التي أضحت من الأنجمة الزواهر في فضاءات الثقافة والأداب والفن. صحيح صحيح. ندوة أم درمان أدبية وقدمت لنا الناس، بيقول لي كسي عبد الكريم الكابلي فنان مثقف، لأنه هو ما نتاج لبيوت أفراح. صحيح. هو طلع من قد ندوة أم درمان أدبية. صحيح. كذلك عثمان حسين، حتى النصوص غناء أنت يا نيل يا سري الفرادي سواء كان بيتم اختياره من داخل أم درمان الأدبية. فدي دي إشارة مهمة جدا لعطاء هذه الشريحة وإسهامها في إسراء وجدان أهل السودان. صحيح. وفي إضافتها للحياة الثقافية والأدبية والفنية منذ عشرات السنين. صحيح. يعني. قبل أنت أستاذ مختار تكلمت عن إنه أستاذ ناجي واحد من الناس اللي فازوا بالجوائز. أنت عندك أعمال، خلين يعني ما نبخل على المشاهدين. أيوة. عشان ما يبقى الحديث عن التشكيل تحديدا الا شوف العين زي ما قال قبل قالت دلال صدت من دي ايوه شوف القلب. انا طبعا المفترض يعني اجيب لوحات، لكن لوحاتي بس كبيره شديد فكان مشكله، لكن جبت نماذج بسيط ده بالوان كليريك شغل لوحه تجريدي عادي
بألوان كليريك في قطعة بتاعت كانفاس قماش كانفاس. طبعا الفريم نحن بنشتريه جاهزة وبعد ذلك بنرسم فيها بتشد عليها وممكن أي وممكن بنقوم بنصنع برانة بالخشب وبعد ذلك بنقوم بنشد القماش الدمورية ولا الماتيريالز اللي أنا عايز أشتغل فيها ممكن برضو شوال بتاعت خيش ممكن يعني في حاجات كثيرة ممكن أنا بستخدمها. أكثر المواد اللي بتحب تستخدمها شنو؟ أي فنان بيكون عنده زي مزاج كده في حاجة محددة؟ لا أقول لك حاجة أنا بشتغل على حسب الطلبيات بتاعت الزول زول سوق التابع صح يا دكتور لكن الرمل لكن بيشتغل أنا أي حاجة الرمل بمناسبة اللوحات بتاعت الرمل يعني أنا بالذات عملت يعني فكرت للوحات الرمل ليه عشان أدمج من أشخاص ذوي الإعاقة البصرية يا سلام يعني يكون هم لما يجوا المعرض بتحتي ولا في أي معرض من المعارضي يعني يكون قادر هم حاسين بلمسه يعني أيوه يكون هم صحيح حاسين يعني حاسين اللوحة. ما نمشي بعيد من الكلام ده يعني في معرض الزهور في أسبوع الفاتت أنا كنت قاعد في المعرض جاء واحد وسايق معه أخوه وكفيف فسايقينه طبعا أنا الحاجة دي طبعا زعلني شديد يعني سايقينه وماشيين معاه بس ساي وال ما قاعدين يوروه يعني يقولوا كذا ولا كذا ولا كذا فقاموا جو خشوا المعرض بتحتي وقاموا هم بيعينوا يا أخي درسهم بالقهوة ودرسهم كذا وبتاع المهم هو بيعينوا في اللوحات كذا وعايزين يطلعوا قلت لهم ارجعوا قاموا طبعا اندهشوا كذا قلت لهم الزول سايقينه ده خلوه وبراهو يعني دي لوحات بتاعت الرمل اللي انتوا من جبال كنتوا بتتكلموا فيها خلوه براهو يقوم يوري لي يعني يوريني اللوحه دي شنو كده خلي براو يحس اللوحه دي وريني اللوحه فعلا براو قام بعد ذاك حبش اللوحه وكده كويس لقى طبعا السبولوكه مارقه وكده وفي شجره بارزه وعمود الكهرباء والسلك وكده والحياه براو بقى بيقول ده كده وده كده ففي حاجات ما يعرفها طبعا زي الشباك وفي الباب بتاعت الزنك الزمان انا عامله من الكرتون كده ما قدر يعرفها اي ما قدر قمت قلت له دي باب في الارياف ولا في الاغاليم ولا في العاصمه ومناطق الطرفيه بكون أيوه في باب زي ده كده يعني باب من الزنكي وكده يعني ده باب بسيط وكده يعني بيت بسيط بيتين وبعد ده بقيت بيتكلم معه فقام قال لي انبسط كان شديد يعني حتى لما قام طالع من المعرض بيقول لاخوانه قال لهم يا اخي انتوا امشوا لفوا خلوني يعني في المعرض فكان حاجة جميلة شديد حتى يعني زملائي اللي كانوا معي فنانين التشكيلين فكانوا برضو مبسوطين جدا قال لي يا أخي ده حاجة كويس بسيطة تفرق انت كون انت بتعمل حاجة زي دي يعني تفرح الناس والله يا أخو هل فعلا خلفيتك كأستاذ معلش قاطعك نحن يعني أصحاب الجمرة نحن أصحاب الجمرة اللي واتين يعني نحن شنو عارفين الحاجات اللي هي يعني بتفرحنا شنو والحاجات يا سلام كده. هل خلفيتك كأستاذ مؤثرة في الحاجة دي؟ والله أنا ما مؤثرة في الحاجة دي لكن أو معرفتك هو شنو اللي بيعثرني عدم الفهم بتاعت الشخص اللي بيكون هو ماشي مع شخص ذو الإعاقة وما بيوعيه لحاجة اللي هو ممكن يعني يفرقه ايوه بس فدي حاجة اللي انا ممكن انا بيعسرني يعني شديد يعني المفترض يكون في يعني عشان كده نحن الكلام اللي بنقول فيها والإعلام اللي بنشتغله فيها وكده ده حاجات كلها شنو وعي للمجتمع أيوة. يعني كيف هم ممكن يشتغلوا مع الأشخاص ذو الإعاقة ويتعاملوا معهم كيف أيوة. كله الوعي ده والإعلام ده يا دكتور محمد بخلينا أسألك سؤال إحنا في إطار الشراكة دي أو الوعي ده والتعريف أو مهمة الإعلام اللي هو البرمجة بتاعت سودانية 24 في همم عالية كنا خدتين الصندوق خلينا نسميه أو النافذة بتاعت لغة الإشارة لكن كان في زي لوم كده على إنه المحتوى البصري لأنه النافذة دي هي في الأسبوع ده فقط والله يعني خدت لغة الإشارة دي واستخدامها برضو مفروض تكون عندها ضوابط وهل ممكن تكون برضو نكون محتاجين تكون مستمرة والله يا أخي الحاجة دي أنا من واحد من الناس اللي بعاني منها جدا باعتبار أنه أنا ذاتي مقدم بتاع برنامج وفقرة بتاعت معاغين صحيح للأسف في كثير من الأحيان ما قاعد يكون معانا لغة بتاعت إشارة إلا في الفقرة أو لما يكون معانا ضيف معاق من أخوان الصوم فدي حاجة مزعجة جدا يعني كون عندنا شريحة كبيرة في وسائل الإعلام بالذات في القنوات التلفزيونية
ما في لغة إشارة. يفترض كل البرامج الأخبارية، البرامج بتاعة الأسرة، شريحة الصم ما شريحة هينة. أيوة. يعني لازم نحن نصطحبهم معانا. كذلك عندنا المكفوفين، يعني مرات بيقول لك الرغم على الشاشة، يعني حاجة ما تتخيلها مزعجة بالنسبة لك. صحيح صحيح. يعني حاجات بسيطة بالمناسبة، يعني زي حسي الفهم الراغل وصلوا لنا ناجي. أيوة. إنه جاء واحد كفيف مع أخوانه وهم بيتفرجوا في اللوحات، يعني جايبيني معكم زي تموم عدد. فحاجة بسيطة يعني ناجي ده، أنا أداء وأنا متأكد لأنه ده إحساسي أنا. يعني غير له نفسياته تماما. فدي الحين حذارينا من كل إنك تدمج المعاق في المجتمع. يعني ما تحسسني بعزلة. يعني حتى الشعار السنة دي تمكين في ظل الشمولية والمساواة. صحيح. فأنت ما تعزلني من المجتمع. يعني دائما الرسالة نحن قاعد نقول إنه المعاق ما تعزله. يعني في المناسبات يقول لك ديسو يا أخي. النظرة الغاصرة للمعاقين بالذات الإعاقات الذهنية. أيوة. أقول لك يا أخي ديسو ما بعرف يدعو دل أكثر شريحة ممكن هم بيعانوا من التمييز. مرات المشكلة بتكون بسيطة، يعني لو بحبة علاج بحبة وعي انت ممكن تغير في الطفل ده. طيب بصفتك انت اعلامي يا دكتور محمد، هل احنا بحاجه لانه كل المحتوى اللي بيقدم على الشاشات لازم يكون فيه النافذه دي، ولا لا لازم لبرنامج موجه؟ يلا الترجمه صراحه مرات الناس قاعده تشتكي انها هي غاليه، او ساعه المترجم بتاع لغه الاشاره غاليه، فاقلها يعني النشرات الاخباريه البرامج اللي بتهم المعاقين يفترض انه يكون فيها ترجمه بلغه الاشاره. بلغه الاشاره. ولو بقت كل البرامج افضل يعني، لكن حس انا زي ما عرفت انه السودانيه الاسبوع ده كله صحيح لغه، يعني حتى صحيح. الشعار بتاعكم انتم جايبين زول بترجم مترجم، وتقريبا انا من هنا بحيي لو سمحت لي زوجتي علم محمد طيب صالح، يعني هي اللي ورتني الحاجه دي. وما داير اخصم ظهرها، لكن زي ما بقولوا تسلم عليه ورا كل رجل عظيم امراه. يا سلام. فعلا دي هي زميلتي من الجامعه، قرينا من سنه اولى لحد ما تخرجنا الماستر انا كنت قدامها. فهي صراحه يعني شايله مني مسؤوليه كبيره، مسؤوليه البيت، معظم حاجاتي بترتب لي، حتى قرايتي قبل ما اجيكم كان عندي حاجه شغال فيها هي اللي كان بتملي فيني في الكمبيوتر. احنا بنسلم عليك والله. انا بحييها وبحيي اموراتي همس وري وفي وضي، ربنا يحفظهم ان شاء الله. وصراحه قاعد يفتقدوني كثير في البيت بحكم المشغوليات والجري ما بين الجامعه والبرامج الاجتماعيه والبتاع. فانا من هنا بحييهم. فيلا نحن محتاجين انه بجد المعاق ده يندمج في المجتمع. يعني هي امبارح قالت لي اخي انه الناس السودانيه الاسبوع بلد في شاشه، قالت لي مترجمينه جايبين زول بيترجم فيه. صحيح. الشعار بتاع صراحه الحاجه عجبتني. وحتكون باذن الله تعالى التوجه من الاداره حيكون ان شاء الله مستمر، يعني ما حيكون فقط للاسبوع. والله نتمنى كده. ايوه حيكون بشكل كل البرامج وفي كل الغنوات، يعني سودانيا نقول بدت نموذج، وان شاء الله كل الغنوات وحيكون مستمر لانه ده توجه رسمي اصبح مستمرة. يعني لانه دي شريحه مهمه، يعني صحيح ما من الحاجات الجميله انه الناس تغفل شريحه زي صحيح. يعني اقول لك ما بحضر التلفزيون لانه هاصم، يعني بحس انت كده بتعزله في حذارين ندمج المعاق في المجتمع. صحيح. المعاق عنده حقوق وعنده واجبات وما دارين ذاته، يعني دائما رسالته للمعاقين انه انت ماذا، يعني ما الناس بس ما تاخذ حقوقك فقط، لا انت عليك واجب. صحيح. يعني في البيت في الاسره في يعني دائما التعامل يكون بوسطيه، زي ما علي اخذ واشيل، انت مواطن طبيعي لاي انسان في الحياه. ايوه صحيح. فما تحسسون نحن انه نحن معاقين، نحن ما معاقين، احنا حنجي نتكلم عن الشق الاجتماعي ده ولا ما كده يا استاذ؟ اي والله لكن انا معلش اطلع شوي من اتفضل. انا قبل لما قال وراء كل عظيم امراه انا ضحكتها طبعا. انا ما كنت مشهور جدا من مقالب، انا مقالب مشهوره لمصطفى سند الله يرحمه، محمد يوسف موسى بقطاطي، كان مستضيف حسين خوجري في ايام لا يقع، دي من مقالبي، لكن تبت بعد الكبر مع حسنات. فكان مستضيفني حسين، انا كنت في السعوديه كم سنه، كنت مدير مكتب ديرت الخرطوم في جده. ايوه. بعد 4-5 سنين جيت استضافني في ايام لا يقع، فاثناء وانا متحيل دار عمل مقلب في مصطفى العزايم، اثناء ما بيناقش قال لي يا اخي سي الغنى ده المرمى عنده وجهه نظر فيه بتكتبه ده، مثلا بتكلم عن واحده بيضاء مرتك خضراء. فقلت له انا كدائما الاتاسي الحمد لله بتكون نايمه وقت السهر ده،
لكن انا مستوعب العزائم قال لي وراء كل عظيم امراه تجر الى الخلف، وانا بهدي هذا الكلام لاخوتنا حرم مصاوب العزائم وبسرح وشكلها قامت بعدين جيراني طبعا صحيح وبعدين هو عم زوجتي مصطفى ذات انا بسلم على اساتذتي استاذنا مصطفى واستاذنا حسين خوجري ربنا يديهم الصحه والعافيه. لكن انت قلت حتطلع عن النص، احنا دايرينك تدخل جوا النص. خلينا النص. طيب انا 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 في فتره قبيل انا اتبسطت جدا من تعبير قاله الدكتور حمد سعيد انه هو مبسوط جدا ومتصالح جدا مع ذاته في اعاقته. صحيح. فانا فتره من الفترات برضو يا دكتور. أيوة. يا ناجي تعرضت لإصابة. كنت معاق عاطفيا. يا الله. اي أيوة والله. طبعا دي اسوأ انواع الاعاقه. ودي عايزه طبعا قوه اراده عاليه صعبه. نعم يعني كمال يقوقع وقعت في البحر الليله بالراحه. الحمد لله. المهم لا البحر بعطوا باردة طبعا. ما بينفع بحر. لا لا يسيما لكن. لا لا أنا من غير حي... لا لا كمان انت انا حقريت نص كتبته انا في اولى جامعة. يبان فترة اعاقة عاطفية والحمد لله شفيت منها. الحمد لله. اسمها رد رسالة. وتاني كاتب لي خبارك. تاني كاتب لي خبارك. انت قايل انه لسه قلبي تايه في مدارك. دي الديار خليتها ذاتها لما ضاقت بي ديارك والبعاد الشايف قاسي ما زمان كان باختيارك انت فاكر بس جرحك جيت تنمق في اعتذارك لما رحت تجور علي ورحت ابعد عن مسارك تاني كاتب لي خبارك وجواب جاي منك عندي صار ما له قيمه والهوى اللي كان بيني بينك عدى بالشوق والهزيمه وهسي لما طريت هوايا وقصه الذكرى الاليمه جاي تاني عشان تعاود للحكايات القديمة ويبقى رد عليه جوابك يا جميل الرجعة لالا ويبقى رد عليه رسالتك يا جميل الرجعة لالا كوني أرجع عليك تاني ألف مليون استحالة ما الفراق انت اللي بديته يوم حرمت الروح وصالة وانت عارف البادي أظلم وأهل زوم يعني الرسالة والكلام اللي في جوابك كان بيعدي علي زمان ده الكلام اللي في رسالتك ممكن يمشي علي زمان قبل ما تغدر عيونك وقبل ما يخوني الزمان انت قايل قلبي بينسى فترة الذل والهوان دي الكرامة اللي عندي أغلى من عيونك والحنان والكلام اللي في جوابك كان بيعدي علي زمان قبل ما تغدر عيونك وقبل ما يخوني الزمان انت قايل إني ممكن ليك أرجع تاني مرة انت فاكر اني ممكن لك ارجع تاني مره لا 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 ده الجرح مما استمر لو حصل طيفك غشاني ومره في ذاكرتي مره بيبدا ينزف تاني مره وتاني مره وتاني مره يا حليل ايام عيونك كان بتلهمني المسره اصله كان خادعني لونك والبريق الفي عيونك والكلام اللي قلته ليا كان بيخدع في نزيفه والجرح في قلبي نوسر وديما زايد في نزيفه كنت برضو ممكن أهديك نور عيوني شان عيونك مني يرضو واصلي حاسس طول سنيني كنت عارف طول سنيني إنه أشواقي وحنيني نقطة الضعف اللي فيني إلا هسه أنت أنسى وحق وتنسى إنه كان بيناتنا قصة وأصله ما تحلم عيونك إني بهواك أنت لسه وإنت لو فاكرني بحزن شان فراقك أو جفاك أنت لو قايلني بشقى شان فراقك أو جفاك تبقى مهوم في عواطفك أصل قلبي زمان نساك وابتديت أنساه ليلك ابتديت أنساه ليلك والسنين المروا ديلك وانسى جور كل الأماسي فيها كم قاسيت ويلك وانت لو فاكرني بحزن شان فراقك يا حليلك يا حليلك يا حليلك والله يا حليلك يا حليله شديد أستاذ عماد ما بينفع بعد القصيدة دي نقعد نتكلم و بسمع عارفينك من نسمع ها؟ هنا ومن لا هي سيدة الاسم دي حقت كامل عبد الماجد اها أز مختار قنع من خيرم فيها انا حقدم لك ناس قالوا لي يقنع ناس قالوا لي يقنع من ريت وما بقنع وادي كلمات اسحاق الحلنقي بهنيه يا سلام ومن الاغنيات اللي بحبها مختار اظن كانت امتداد للمعاناه دي ذاتها قالوا لي أقنع
من ريته ما بنى من شفته ما بشبع لو صدفة عايل لي أنا قلبي بيتقطع لو صدفة عايل لي أنا قلبي بيتقطع ناس قالوا لي أقنع من ريته ما بقنع ومن شفته ما بشبع ولو صدفة عايل لي أنا قلبي بيتقطع تلقاني ما شايف ولو أشرق الشمسي تلقاني ما شايف ناس قالوا لي أقنع سالمك بالعين لو سالمك بالعين يجمعوا الغايبين وانا غايته بين اتنين يا بقيت من العايدين يا رحت ما تلمين رايح مع الرايحين انا يا رحت ما تلمين رايح مع الرايحين ناس قالوا لي أنا النسيم والظل ايه النسيم والظل ايه يعني لون الفل قدام حبيب الكل دل ما خلى فينا عقل دل ما خلى فينا عقل الريده بالسامي الا الويلي بيقتل الريده بالسامي الويل بيقتل دي الريدة بالسامة إلا 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 الويل بيقتل شكرا كثير وربنا يمتع بالصحة والعافية ثاني أستاذنا الحلنقي إحنا طالعين فاصلنا الثاني وراجعين مواصلين حلقتنا الليلة تحت برمجة همم عالية Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.